تفاصيل صغيره ولكن بتعملي سفره متنوعه. الشطاره في ايه؟ مش انك تخش المطبخ مثلا ممكن تتعبي في اكله وقت كبير جدا. الشطاره في ان السفره بتاعتك تكون مش مكلفه ومتنوعه. ازاي تحققي المعادله الجميله ديت؟ اكيد مجهود، مجهود طهوي، مجهود خبره، مجهود انك تكوني ملمه بالمطبخ، كل ده. انا هبدا دلوقتي معانا خط سر الحلقه، معانا طبق فته فيه حاجات كتير قوي على فكره، ومعانا طبق رز بالفاصوليا الخضراء، ومعانا الشوربه بتاعتنا شوربه القرع العسلي. شوربه القرع العسلي ما بتاخدش وقت كبير في السوى، احنا معانا متقطع جاهز ونقطع القرع العسلي دلوقتي مع بعض، وفرصه بما ان احنا معانا قرعايه كبيره زي دي كده هنشرح لحضراتكم ازاي تجيبيها من الاكلات الشتويه تخزنيها. دي مهمه جدا على فكره، انا استخدمت ربعها، استخدمت كيلو منها. ازاي اخزن بقيه القرعايه دي واشيلها في الثلاجه؟ اعملها حاجات كتير قوي، ممكن اعملها ايس كريم، ممكن اعملها شوربه، ممكن اعملها باللحمه المفرومه، ممكن اعملها بالبشاميل، زي ما انا عايز. ده اللي احنا هنشرحه مع بعض. ولكن استاذه رحاب عايزين نشوف مع بعض مقادير الرز بالفاصوليا الخضراء صيامي. صيامي وصحي 100%. المقادير على الشاشه. رز بالفاصوليا الخضراء هنعمله مع بعض ازاي؟ فاصوليا خضراء معانا زي الفل، طازه اهيت من خير ارضنا، تتاكل نيه، رز مصري، بصل وتوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه كمون. المقادير بسيطه وسهله وفي متناول الجميع، ولكن الطبق هيبقى طبق شكله مميز. فاصوليا خضراء، رز مصري، بصل وتوم والبهارات والتركايه بتاعت الشيف المغازي المعتاده. طاسه شديده الحراره على النار، ومعلقتين من زيت الزيتون، دي صيامي. واحنا بنحمر زيت الزيتون على النار، التركايه بتاعت البغازي شويه الكمون يدوني ريحه حلوه قوي. اه شفت بقى التركايه دي اهي اهي. هننزل بالبصلايه بتاعتنا بعد الكمون مباشره، هو ده الشغل. اه ليه يا شيف كده؟ البصلايه فيها ريحه الكمون اللطيفه الحلوه، عينك مش هتدمع، مفيش مشاكل، ريحه البيت مش هتبقى ريحته بصل، ملابس جوزك خاليه من ريحه البصل، لان بتلاقي المطبخ جنب الصالون، جنب اوضه النوم، جنب غرفه الملابس، تبقى الواحد نازل لابس المطبخ في ايه؟ في الجاكيته. اه ادي البصل والثوم زي الفل. بصلايه نحمرها كده، معانا فص ثوم لطيف وجميل اهو زي الفل، كمان معلقتين زيت زيتون معايا كالعاده كل يوم. الحله بتاعتي على النار فيها بوكي جارنيه من الجزر والكرفس والبصل اهو معايا، دي اساسي بحب دايما ابدا بيه اهو، واسيب الميه تغلي. فيها عودين من النعناع لطاف كده زي الفل اهو. البصلايه حلوه، ننزل بالفاصوليا الخضراء بتاعتنا اهي. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، خير ارضنا اهي. فاصوليا تتاكل ني اهي اهي اهي، هي دي على فكره. تتعمل سلطه دي تبقى لطيفه قوي، سلطه الفاصوليا بزيت الزيتون تتعمل كمان بارد. اخواننا الشوام السوريين واللبنانيين تحيه كبيره ليهم، يحبوها في طبق المقبلات بزيت زيتون وتومه، تبقى لطيفه وجميله. اه تحافظ على خضرها ونضارتها وجمالها ازاي؟ لازم تنزل على نار شديده وتاخد شويه ملح وهي في التسويه، هتلاقي لونها اخضر وزي الفل. نعم يا غالي، مستحيل طبعا تسود في قلب الرز، احنا مع بعض اهو والصوره هي اللي بتحكم. اه فاصوليا خضراء اه، خدت التقليبه مع البصله مع التومه شويه الملح الحلوين، اللهم صل على النبي. اه معانا من الرز كوبايتين حلوين مغسولين وجاهزين. بعد ما تغسلي الرز تصفي ميته وحذاري حطيها على باب الثلاجه. في كده حاجات مهمة جدا لازم ان احنا نوثقها على باب التلاجة، توثيقة من الشيف المغازي. عايزة تعملي شوية رز مفلفل وزي الفل مش متكسر معاكي، بعد ما تغسلي الرز مرة اتنين تلاتة صفيه من المية جيدا، لا تتركيه في الماء ولا تتركيه في الماء الفاضل او الماء المتبقي من التصفية. حاجات دي بتكلم باللغة العربية الفصحى اهو. ليه يا عم الشيف؟ عشان الرز ما يتكسرش منك ويتهري منك. اه هننزل بالرز بتاعنا اه، اللهم صل على النبي. اه اه الرز نازل مفلفل تمام. هنقلب الرز، الاكله دي صيامي 100% اهو مع الفاصوليا. يلا الصوره الحلوه اهي اهي اهو، الرز المصري مع الفاصوليا الخضراء مع التوابل والبهارات، معلقه الكمون اللي نزلت بيها على زيت الزيتون مخليه الفاصوليا بتزغرط، كل ده مع بعض اهو اهو اهو.
عندنا بوكيه جرنيه الميه اللي بتغلي على النار. اهو خلص الرز معاك يا ابو غازي. اهو هتاكلي صوابعك وراها، هتلاقي الفاصوليا مستويه والرز مستوي وحاجه زي الفل باذن الله. اظبط الطعم. يلا ننزل بالسائل بتاعنا الشوربه. طبعا ده صيامي فمش هنستخدم لا شوربه فراخ ولا شوربه لحمه، معانا بوكيه جرنيه بنستخدم الشوربه بتاعت. يلا شوفوا الصوره الحلوه اهو تتناغم. خلص الرز في دقائق معدوده، عملنا طبق رز لطيف وجميل قيمته الغذائيه عاليه جدا، صحي 100% وصيامي. الله التقليبه دي كده. من ضمن التوثيقات اللي تكتبيها على باب التلاجة برضو عشان الرز ما يعجنش منك ويستوي كله يبقى حبة واحدة مستوية، اوعى تغطي الحلة غير لما تشوفي بيغلي قدام عينك. يغلي تغطي الحلة وتوطي عليه أو تقصري عليه النار، وقولي المقولة بتاعت الشيف المغازي اتقل على الرز يا واد لما يستوي. زي الفل. تمام خلصنا من الرز. الرز بيناديني بقول لك انت وعدتني ان انا لما اغلي وميتي تنشف تغطيني. استوى الرز، اثر عليه النار، اللهم صل على النبي. الفاصوليا خضرة ازاي في قلب الرز؟ اسودت يا عم فاروق، احنا بنهزر؟ احنا مش بنهزر ولا بتهزر؟ نغطي الحله. ممكن نستخدم الفاصوليا ببسله خضرة، بس يعني يا استاذ رحاب مع البسله شويه جزر ماشي تبقى لطيفه وحلوه، لان السكريات بتاعه البسله غنيه بالبوتاسيوم مع الاوميجا 3 او مع الفيتامين سي اللي موجود في الجزر، اكيد في طبعا بيكون قيمه غذائيه في الطبق اللي احنا بناكله. هنغطيها كده واتقل على الرز بالفاصوليا لما يستوي. حلو قوي. المخرج مراهن معايا قال الفاصوليا دي لونها هيسود، حضرتكم احكم. الرز بلونه، الفاصوليا الخضراء بلونها، البصلايه الحلوه بالتومه مع الكمونه اكيد طعمها حلو. تعال نغرف الرز ده كده مع بعض، صيامي وصحي. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ شويه رز بالفاصوليا فرحان بيهم، زواني يا ماما. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ بس الطبق ده كان من شويه الفاصوليا لوحديها والرز لوحده. نحط عايزه فين ده يا غالي؟ قول لي مكانه فين، اللوكيشن بتاعه فين. انا معاك. الكنترول بعد ما نخلص الحلقه مش دلوقتي. فين يا فندم؟ هنا. طيب تعال بنهزر كل ده، اوعى تهزر.